مختار فريد. افندم وقف عندك وكلم عيني. احصى عليك، ما تشخش فيا كده، خضيتني. لا يا شيخ، انت مختار فريد؟ سيفري، لكن كلهم بيقولوا لي يا ميمي، كلهم. ميمي؟ ما شاء الله. وبتشتغل ايه يا سيميم؟ اشتغل؟ اشتغل ليه؟ هو انا فقير؟ ده انا ومامي عندنا فلوس كتير خالص. يعني صايع؟ صايع؟ او نو، الصايع قال، ما تقولش كده، لحسن حظ عندنا خالص يسبكي. يا اخواتي، رجالة ايه دول؟ اتركن عندك، جاتك البلاوي. مرسي. نبيل مصطفى، نبيل مصطفى. يعني كويس كده يا رب، اطلع من البيت، اوصل وش النحس، ترسل حكاية على السجن. ولا يهمك اخ، تشجع، طول ما اني جنبك ما يهمكش. لا يا شيخ. مال بنقول نبيل مصطفى. وبعدين يعني مش هيرد ليه اللي اسمه نبيل مصطفى؟ ما تعتلش هم يا اخويا، مسيو يرد. امال في حد ما بيردش؟ ما ترد يا اخي وتخلصنا. ارد؟ اه طبعا. حاضر. اللي اسمه نبيل مصطفى يرد. افندم، هو بسلامتك اللي اسمك نبيل مصطفى؟ لا. ولما هو لأ بترد ليه؟ علشان هو قال لي كده. هو مين جك هوا في نافوخك؟ اتركن عندك، لما اندهلك ترد. حاضر. انا بدي افهم اللي اسمه نبيل مصطفى ما بيردش ليه؟ يكونش انطرش. ما ترد يا لوح يا اللي اسمك نبيل مص ده يظهر انا. نبيل مصطفى. انت اللي اسمك نبيل مصطفى؟ يظهر كده يا فندم. وما ردتش ليه لما كنت بنده عليك؟ ها؟ اظن ما كنتش سامع. لا يا فندم انا كنت سامع، بس كنت كل ما اجي اتكلم الزغطه بتاخد الكلام لجوه. ما شاء الله. وبتشتغل ايه بسلامتك؟ كل حاجه يا فندم. مهنتك يا بني ادم، صنعتك. صنعتي بشتغل في التخت، مزيكاتي، واحيانا بغني لما اكون عاوزين نشطب بدري. يعني نكتب مزيكاتي ولا مطرب؟ لا لا لا، لا مزيكاتي ولا مطرب، ده انا اللي مزيكاتي. ما انا عارف انك انت. ايوه، ما هو انا اللي عندك مش انا. بتقول ايه؟ فهمني. قصدي اقول مش مزيكاتي. امال تبقى ايه؟ خلصني. رسام. نكتبه رسام ولا هتغير رايك؟ لا لا، مش هغير رايي، هو رسام. هو مين يا بني ادم؟ انا. الله يغلب مخك يا بعين. رسام. وسنك كم سنه؟ 33 سنه. طيب اتفضل. شكر. على فكره انا بحب القهوه على الريحه. جنجك ريح ينفخ مصارينك، قال على الريحه ده. ايه الحظ المهبب ده؟ ما كنت قاعد في البيت مستريح. الله يجازيك يا حماد. ولا يهمك اخ، تشجع، طول ما اني جنبك ما يهمكش. لا يا شيخ. مال الدكتور شديد ابو فرحي. اظن بقى ما انت سامع. لا سامع. طب ما ترد. ارد؟ حاضر. الدكتور شديد ابو فرحه. افندم. اهو كده تيجي في دوره. انت الدكتور شديد ابو فرحه مش كده؟ لا. يا نهارك معفر، وسايب محلك وجاي هنا ليه؟ عشان ارد. ردت الميه في زورك. اتركن عندك، لما تسمع اسمك رد. فاهم؟ حاضر. يا ايه؟ هو اراد النهارده كله انطراش. الدكتور شديد ابو فرحي ده بينده على الدكتور شديد ولا؟ يا سلام، بقى بينده على الدكتور شديد. لازم يا كبدي عيان او طيله تراوى. امال الاسم الابعد ايه؟ الدكتور شديد يا اخويا. ليه في حاجه؟ لا اهلا وسهلا. طب ما ترد يا اخي. ارد يا اخويا، ما ردش ليه؟ هو انا صغير. نعم. انت الدكتور شديد ابو فرحه؟ لا، انا الدكتور شديد بس، ابو فرحه ده يبقى ابويا. وبتشتغل ايه؟ انا حانوتي. تلزم خدمه؟ دكتور وحانوتي؟ يا اخويا، زي ما تقول كده تاجر وترزي، اخد البضاعه كده مزع. اي والله. وسنك كم سنه؟ كتير يا اخويا، بس اللي يعد. اصل انا مولود من زمان، من ايام الخديوي محمد علي باشا الكبير. انت لازم مجنون. لا حنوتي. محمد علي باشا اللي هتقول عليه ده مات بقاله اكتر من 100 سنه. يا سلام، بقى مات بركه. والله العظيم انا فرحت له. سلام عليكم. رايح فين؟ يا نهار ابيض، ولا حاجه، بس رايح اعزيهم وفي الوقت نفسه اشوف شغلي، لان انا برضه حنوتي. اقف عندك. حاضر يا اخويا. اقف، ما اعرفش ليه، هو انا صغير، ده انا حنوتي. السن 40 سنة، كويس؟ كويس. حد داري بحاجة؟ اتركن عندك.
حاضر هتركن. اتركن ونص اتركن ورجليا فوق رقبتي. امال ما تركنش ليه؟ هو انا صغير؟ لا يا اخويا ده انت حنوتي جدع. نبيه المدقدق نبيه المدقدق. ارد لو انت نبيه؟ جد والنبي. والله طب مطروب. طيب حاضر افندم. امشي نجرب قدامي وانا كل ما انده واحد تطلع انت. ما هو اخويا انا نبيه المدقدق. باين النبهة بتفط من عينيه. وبتشتغل ايه يا سنبيه يا مدقدق؟ صنايعي. صنايعي في ايه؟ في ورشة المعلم سماعين. المعلم سماعين ده بيشتغل ايه؟ لا ده ما بيشتغلش ده صاحب الورشة. يا جدع افهم سؤالي. الورشة دي بتاعت ايه؟ بتاعت المعلم سماعين. يا نهار اسود يا باشا افهم. انا عايز اعرف الشغل بتاع الورشة يعني لما بتروح الصبحي بتقعد تشتغل ايه؟ صنايعي والله. يا نهار مطين على نفوخك يا جدع افهمني. فتح عينيك. ايه افتح مخك. لا افتح نفوخك بدون. حاضر. اللي بيشتغل في ورشة نجارة بيسموه ايه؟ النجار. حلو قوي قوي. واللي بيشتغل في ورشة كهربا بيسموه ايه؟ كهربائي. حلو قوي قوي. وانت بقى بيسموك ايه؟ نبي المداد. يا عالم يا هو بقى انت عايزني ابطحك ابطح روحي؟ بقى انت نبيه انت او النبي؟ حتى بالاماره امي مسمينها في الحاره ام نبي. طيب شوف جاوب كويس قبل ما تتكلم. حاضر. البضاعه اللي بتعملها الورشه اللي بتشتغل فيها جنسها ايه؟ دي جنسها على مهلك قوي قوي. جاوب كويس عشان خاطر ربنا. حاضر. جنسها ايه البضاعه دي؟ كويسة قوي كل الناس بتشتريها. يا عيني. طيب والناس اللي بتشتريها بيعملوا بيها ايه؟ بياخدوها معاهم. بياخدوها معاهم ليه؟ الله مش بتاعتهم واشتروها. يا نافوخ يا مي. والناس اللي بيشتروها بياخدوها معاهم بيعملوا بيها ايه؟ بيلبسوه ولا بياكلوه؟ لا ما بياكلوهاش. اصل الجزم اللي بنعملها عندنا في الورشة ناشفة قوي ما تتاكلش. جزم؟ ده قال جزم. يعني بتشتغل في ورشة جزم؟ لا في ورشة المعلم سماعين. اخلص. حاضر. الصنعة جزمجي والسن 25 سنة. امشي نجر من هنا يلا. حاضر. اللي بعده المعلم شكل 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 الفتوة اخر مجدع. يعني ايه تلاتة شكل واحد فتوة؟ تبقى خناق. اسكت ساكت. احنا قلنا حاجة. وبتشتغل ايه؟ واحنا لحقنا نشتغل. انا يدوبك اخليت طرف من هنا من عندكو وما فيش يومين قفشوني تاني. هو انت شرفت هنا قبل كده؟ اربع مرات وشرفك ودي الخامسة في عين اللي ما يصلي على النبي. صلي على النبي. ايه وسنك كام؟ شوف يا سيدي حاكم بلا قافية ابويا خلفني قبل ما يخش السجن باربع سنين وهو واخد تأبيدة وباذن ربنا هيطلع بعد سنتين. يعني تقدر تقول كده 14 سنة. 14 سنة؟ ايه؟ ما انا اتولدت ايام الرخص. طب امشي اطلطع هنا. حاضر اطلطع.